النهاردة هنتكلم عن المعتقدات. معتقداتنا هي كل حاجة بنقولها لنفسنا وبنصدقها. معتقداتنا هي اللي ممكن تبنينا، بس في نفس الوقت برضو هي ممكن اللي تدمرنا. معتقداتنا هو إحساس يقيني مربوط بحقيقة وتجارب ثبتتها. لو كل يوم قلت لنفسي أنا فاشل، هفضل طول عمري فاشل. عشان كده دايماً علم نفسك أن أنت تشكك في كل المعتقدات اللي مش بتفيدك، واسأل نفسك إيه هو اللي بيحددني وغيره. ابني أدلة جديدة كافية عشان تساند بيها معتقداتك الجديدة، وكل ما هتثبتها بيقين قوي، كل ما هتساعد نفسك عشان تثبتها جواك. اختار المعتقدات اللي هتساعدك تعيش الحياة اللي أنت عايز تعيشها، لأن معتقداتك هي أسلوب حياتك.